متابعي تلفاز الإلكترونية شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الجولة. نشوفوا إلى أي حد الناس محتارمين حظر التنقل الليلي. كيف نعرفوا أن يعني ابتداء من الساعة السابعة كيتم منع التنقل الليلي، يعني سواء بالنسبة للراجلين أو عبر أي وسيلة أخرى للتنقل، حتى الخمسة ديال الصباح في هذا الشهر المعظم. وحنا في هذه الجولة كنشوفوا واش الناس يعني محتارمين هذه المسألة، لأن احترامها في مصلحة الجميع. وحنا كنقوموا بالجولة ديالنا. نذكركم بحصيلة اليوم بالنسبة لوباء كورونا، بحيث تم تسجيل 137 حالة تأكدت الإصابة ديالها بهذا الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي 6418 حالة. وبالنسبة لحالات الشفاء يعني وصل ولله الحمد منذ بداية الوباء 2991 حالة، وكنتمناو الشفاء لجميع المرضى. وبالنسبة للوفيات لم تسجل أي حالة وفاة، يعني بقى العدد الصغر 188 حالة وفاة تغمدهم الله بواسع رحمته. الحمد لله الحمد لله أننا يعني اليوم ما كانتش حالة وفاة، لكن يعني هاد 3 ايام او 4 ايام يعني ولينا كنشوفوا ارتفاع ديال عدد المصابين، يعني مره 200 166 اليوم 137. يعني احنا ما تمنيناش، يعني احنا كنقولوا يعني بزاف ديال الناس ملتزمين بحاله الطوارئ الصحيه، ومع ذلك مازالين كيتسجلوا يعني مازالين كنفوتوا 100% بالنسبه لحالات الاصابات. فهاد يعني ذلك كنناشدوا الجميع، كنناشدوا الجميع، يعني كنقولها وكنعاودها، المسؤوليه هذه ما كتختصرش لا فئه دون اخرى، ولكن هي مسؤوليه الجميع من الصغير حتى الكبير. ما خصناش نخرجوا الا للضروره. الكمامات ديالنا ضروري اننا نكونوا واضعينهم الى خرجنا، ونلتزموا المنازل ديالنا على اكثر وجه. يعني تقريبا الانسان ما يخرج، دابا بحال حنا دايزين هاد البلاصه كيبانوا لنا الوليدات شباب خارجين هما في الباب، ما دايرينش الكمامه نهائيا. يعني بحال هادشي كنتمناو اننا ما نشوفوش، لان راه واحد راه ممكن ينقل الاصابه لعدد كبير ديال الناس. هما شباب اخرين عاود كنشوفوهم بلا كمامات مجمعين، يعني ما واخدينش حتى الاحتياط. عاده ما خصهمش يخرجوا، دابا خصهم يكونوا في المنازل، وملي واقفين قدام باب هما ما دايرينش حتى الاحتياط ديالهم انهم على الاقل يديروا غير الكمامه. يعني للاسف هذا الشيء مؤسف. الناس البارح يعني كان السؤال ديالهم حول يعني الدراسه والامتحانات، واش الدراسه غتكون سنه بيضاء او لا ما غتكون سنه بيضاء، والامتحانات واش غيكونوا ولا ما يكونوش. يعني هادو كنظن ماشي البارح والبارح كان تساؤلات ديال الناس. فهذيك الساعه ما كانش قرار، ولا قلتها في التعليق انه مادام ما كاينش يعني الوزاره ما كانتش خرجت باي قرار بالنسبه للامتحانات. اليوم خرج بلاغ من وزاره التربيه والتعليم كيأكد انه ما كايناش سنه بيضاء هذا العام، يعني الدراسه هذا العام مستمره وما كايناش سنه بيضاء.
غير هي وغتستمر عملية التعليم عن بعد إلى حين انتهاء السنة الدراسية. يعني الوليدات أو الطلبة اللي كيقراوا عن بعد راه غتستمر الدراسة ديالهم عن بعد حتى نهاية السنة، كأنهم كيقراوا في المدارس أو المعاهد ديالهم. وبالنسبة لامتحانات البكالوريا غتكون بإذن الله تعالى في شهر 7، وامتحانات الأولى بكالوريا غتكون في شهر شتنبر 2020، يعني بكالوريا في شهر 7 وامتحانات الأولى بكالوريا في شهر شتنبر. وبالنسبة للدروس اللي غتعتمد في امتحان البكالوريا هي الدروس الحضور، يعني الدروس اللي كانوا حضروا لها الطلبة. وبالنسبة للامتحانات اللي غتلغى، يعني إلغاء الامتحانات الإشهادية السادس ابتدائي والتاسع إعدادي، يعني السادس والتاسعة ما عندهمش امتحانات وغيعتمدوا على النقط المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا. يعني غيتم الاعتماد بالنسبة للنتائج هي المراقبة المستمرة اللي كانوا داروا حضوريا، واعتماد نقط المراقبة المستمرة. نقاطعكم يعني دا حنا كنشوفوا عمال النظافة دائما في هذا الوقت كنشوفهم كيقوموا بواحد المجهود جبار باش كيجمعوا الأزبال باش كينقيوا المدينة، فتحية كبيرة لهم. وكنتمناو من الناس انهم ما يرميوش الأزبال في الزنقة، دائما كنقولها راهي الا رميتيها انت راه واحد كيتحنى ويهزها. كاين الاماكن فين كنديروا الأزبال نحطوهم تما باش هما نسهلوا عليهم العمل، فتحية كبيرة لهم من منبر شوف تيفي. يعني قلت ان بالنسبة لامتحانات الإشهادية ديال السادس ابتدائي والتاسع إعدادي غيتم الاعتماد فيها على نقط المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا، واعتماد المراقبة المستمرة لنجاح باقي المستويات، يعني كل المستويات أخرى بما فيهم السادس والتاسع. بخصوص التعليم العالي والتكوين المهني، أما بخصوص التعليم العالي والتكوين المهني ستكون حصة أخرى في الأيام القادمة سيتطرق فيها حول مستقبل الجامعات والمدارس العليا. يعني مازال غيصدر بلاغ آخر اللي غنشوفوا يعني بالنسبة للتكوين المهني والجامعات والمدارس العليا شنو القرار اللي غادي يكون. يعني هذا بخصوص الدراسة، البلاغ صدر اليوم والحمد لله. يعني راه ما كاين السنة بيضاء، الأمور الدراسة غتستمر عن بعد. البكالوريا راه عندهم امتحان شهر 7، الأولى بكالوريا امتحان شتنبر 2020، الدروس غيعتمدوا دوك الدروس اللي كانوا حضورية. وبالنسبة للسادس والتاسع غيعتمدوا على نقط، ما غيكونوش امتحانات، غيتم الاعتماد فقط على نقط المراقبة المنجزة حضوريا واعتماد نقط المراقبة المستمرة لنجاح باقي المستويات. بخصوص التعليم العالي والتكوين المهني ستكون حصة أخرى في الأيام القادمة سيتطرق فيها حول مستقبل الجامعات والمدارس العليا. هذا بخصوص الدراسة في المغرب في زمن كورونا. وإحنا مازالين مشاهدينا في الجولة ديالنا مدينة الدار البيضاء. للأسف مرينا بشي أحياء كانوا شباب خارجين، كنتمناو مزيدا من الوعي. احنا كنعرفوا الحمد لله يعني راه فئه كبيره ديال الناس ونسبه كبيره راه ملتزمين، راه خايفين، ماشي خايفين بمعنى الخوف، انما واخدين الاحتياطات ديالهم باش ما يتصابوش بهذا المرض وما يصيبوش غيرهم بهذا المرض. كاينه قله قليله اللي مازال كنشوفوا شويه ديال الاستهتار والتهاون. كنتمناو انهم ياخذوا الامور بجديه اكبر. Thank you.
مسلم كيقول لك الناس 4 ديال الصباح والناس خارجين، لا ماشي كلشي ملتزم. اي هادشي اللي تكلمنا عليه اختي، راه ماشي كلشي ملتزم، اي نسبه كبيره ملتزمه، ولكن ديك القله القليله راه ممكن تشكل خطر وكبير كبير بزاف على الاكثريه اللي ملتزمه. هادي كيقول لك واش ما كاين سلطات مورا الفطور؟ لا اخي عبد الهادي، حنا ملي كنديروا هذه الجوله الليليه كاينين مراقبات، كيوقفونا الشرطه كيتحقوا من الاوراق اللي عندنا. تقريبا حنا في هذه الجوله تقريبا 3 مرات 4 اللي وقفونا وتحقوا من الهويه ديالنا وعلاش خارجين في الليل والسبب اللي خارجين. وحنا كنديروا هذه الجوله بالنا الامن كيديروا الدوريات ديالهم. كيقول لك الزحام بالنهار اجي تشوفي في اناسي. للاسف يعني حنا كنقوموا بعده ريبورتاجات بالنهار، كنمشيو للاسواق كنمشيو للاحياء، كنلقاو واحد الاكتضاض، كنلقاو الناس ما واخدينش الاحتياطات ديالهم، اكثر من 10 ديال الناس مجموعين على الخضار او لا مول الديسير. حنا عاود كندوزو من واحد الحي هما الوليدات الصغار ما محترمينش نهائيا هذا التجول الليلي. دخلوا الازقه تشوفوا الكوارث للاسف. كنتمناو ان هذا الوباء نعجلوا به، يعني نحاربوا ننتصروا عليه، ولكن باستهتار الاقليه راه صعيب صعيب الحال، ولو على قلتهم راه صعيب الحال. لينا كتقول واش كاين تمديد في الحجر؟ وبالنسبه للحجر مازال ما خرجش شي بلاغ واش غيكون التمديد ولا ما ولا صافي في 20 في هذا الشهر، ما يعني غترفع حالة الطوارئ، يعني ما كاينين حتى شي معلومات، مازال ما صدرش شي بلاغ اللي ممكن انها نعرفوا يعني نشوفوا اش كاين. ولكن ملي كنشوفوا المئات ديال الاصابات اش غننتظروا؟ يعني الا بغينا نعجلوا بان الحجر ما يكونش وهذا الوباء يمشي، يعني كيكون التزام الجميع، كنا نكونوا ملتزمين، كنا نكونوا مسؤولين. ملي كيكون استهتار الحاجه الا كانت غتحيد في نهار ما غتحيد على سيمانه، كانت غتحيد في سيمانه ما غتحيد على شهر، يعني راه باننا نكونوا يد وحده ونحاربوه هو باش غنعجلوا اننا نخرجوا من هاد الظرفيه. ولحد الساعه مازال ما كاينش شي بلاغ واش غيتمدد او لا. لا البلاغ اللي خرج اليوم هو بخصوص الدراسه اللي كنا ذكرناها قبل قليل. شهيبة كتقول الله يهديهم ما يخرجوش ويلتزموا، هذا هو الرجاء ديالنا اختي كذلك، اننا ندوزو من الازقه ونلقاو جميع الناس ملتزمين بمنع التنقل الليلي. سارة كتقول لك اش من بلاصه هنا في كازا؟ حنا بمنطقة الحي المحمدي اختي. حنا بمنطقة الحي المحمدي بالقرب من سينما السعادة اللي معروفة في هذه المنطقة، ولكن للأسف تم الاغلاق ديالها، يعني كانوا بزاف ديال دور السينما
في الاحياء الشعبيه كانت سينما يعني كتنم على ثقافه الحي. هذه هي السينما ديال السعاده اللي دابا ما بقاش للاسف, وماشي غير السينما اللي تغلقوا راه مسارح وللاسف. واش نهار 20 غينتهي الحجر؟ باقي ما صدرش بلاغ, يعني تم تمديد حاله الطوارئ الصحيه حتى ل 20 في شهر ماي. ولكن في 20 في شهر ماي واش غترفع هذه الحاله وترجع الامور طبيعتها, اولا مازال غيتمد ومازال يعني غتمدد حاله الطوارئ الصحيه؟ باقي لحد الساعه ما كاينش شي بلاغ. معتصم مساء الخير, شوف تي في ومتابعها الاوفياء. مساء النور اخ شوف تي في, ورمضان كريم. ضحى ربي معك اختي, شكرا لك ضحى. عمر تبارك الله عليكم, بون كونتينياسيون, شكرا لك عمر, وبفضلكم غنستمروا. تحية لشوف تي في من الأخ عبد الهادي, شكرا لك أخي. خالد قال لك كنشوفوا الأكثرية ملتزمة, وهذا هو اللي قلنا سي خالد, ولله الحمد ملتزمين, ولكن هذيك الأقلية اللي واخدة الأمور بالاستهتار وبالتهاون راه هذيك الأقلية ممكن تشكل واحد الخطر, لأن يعني غير واحد لا تصاب الله يحفظ راه ممكن نقل العدوى لعدد كثير ديال الناس اللي هما في الأصل راه ملتزمين. أم أمينة تحياتي لك أختي أمينة. وهما اللي سولوني على واش الدوريات مازالين والشرطة مازال كتخرج بالليل, هاي قبلتنا يعني الشرطة كتقوم بواحد الجولة بهذا الحي باش تشوف الى اي حد الناس ضابطه الامور ديالها وملتزمه بحظر التنقل الليلي. فتحيه كذلك رجال الامن اللي قاموا بواحد المجهود جبار, تحيه الاطباء الممرضين الصيادله العمال النظافه ولكل المواطنين اللي ملتزمين بحاله الطوارئ الصحيه. رشيد في التعليق ديالو كيقول لك ربي معاكم, شكرا لك اخ رشيد. ديال اش هذا اللايف تي, هذا اللايف يعني كنشوفوا فيه الاجواء في مدينه الدار البيضاء, وفي نفس الوقت كيكون تذكير بالحصيله وكل مستجدات فيما يخص كورونا. عواش لكم مبروكة من الأخ رشيد, شكرا لك رشيد, عواش مبروكة. شوقي كيقول لك الحجر الصحي بنسبة مشجعة كيكون فقط بالليل, أما بالنهار للأسف ما كيكونش. إذا ما بقى لمشاهدينا في هذا الأثناء إلا نودعكم. قمنا بواحد الجولة خفيفة بالأحياء بمدينة الدار البيضاء. نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير, نتمنى أنكم تكونوا ملتزمين وكاين في المنازل ديالكم واخدين الأمور بجدية.
ما بقى لي الا نودعكم، شكرا لحسن المتابعه، الى اللقاء.